بشر وهدية النجاة والهادي البشرية في كل حرف سواد بين السطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب فيها عظة هو الدليل في طريق سوا بنمشي بيمنا ماسكينه ونتحمى فيه في كل شبر في أرض الله كتاب الله رب العباد سوا يبقى لنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا بيكم. يعني قبل ما نعمل الحلقة دي أنا قاعد مع الجمهور اللي حاضر معنا يعني مثلا قاعدين مع حوالي 10 جنسيات من العالم العربي ومن سلوفاكيا ومن التشيك وناس من فلسطين ومن اليمن ومن مصر ومن الجزائر ومن المغرب ومن السودان وإيه كمان؟ وتونس وحاجة واليمن قلنا اليمن وحاجة وسوريا طبعا لا تتخيلوا وغزة لا تتخيلوا احنا روح وأخوة جميلة أنا فرحان إن احنا السنة دي صورنا مع أخواتنا وأهالينا المسلمين في الغرب ربنا يعزهم ويكرمهم. ابتدت الليالي الجميلة ابتدت الليالي العتق من النار وليالي التوبة وليالي العشر الأواخر من رمضان والحلقة دي يعني أول ليالي العشر الأواخر من رمضان ربنا يعتقنا ويغفر لينا يا رب تكون السنة دي سنة عتق يا رب تكون سنة عتق ومغفرة ورحمة لينا ولولادنا وأبائنا وأمهاتنا واللي مات من أجدادنا ربنا يرحمهم ويغفر ليهم ويدخلنا الجنة بمثل هذا اللي احنا بنعمله في رمضان السنة دي. الحلقة النهاردة حنعود للقصص النبوية. احنا خدنا من ساعة ما ابتدينا رمضان لغاية النهاردة خدنا قصتين نبويتين فاكرينهم الدرع المسروقة وخدنا كعب بن مالك دول القصتين اللي حصلوا. احنا النهاردة هناخد قصة ثالثة نبوية نزل فيها قرآن ما يقرب من 20 آية والصورة كلها بتدور حوالين هذا الموضوع. القصة حصلت سنة 5 هجرية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ب5 سنين. القصة كلها لها علاقة بالأداب الاجتماعية البيوت من جوه وحماية البيوت من جوه عشان سمعة الستات غالية وعشان سمعة البنات غالية واوعوا تتكلموا على حد واوعوا يا صحافة واوعوا يا إعلام. أنا بهدي قصة النهاردة للصحافة والإعلام اوعوا أعراض النساء اوعوا عشان خبر مثير أو علشان هتكسب بيه أكتر أو تعمل ضجة صحفية تجيب سيرة واحد أو تجيب سيرة واحدة من غير أدلة وحتى لو معاك أدلة الأولى الستر على المجتمع. قصة النهاردة وسورة النور وحنوصل لها دلوقتي بس خلينا نشوف الوضع في المدينة. المدينة فيها 700 منافق تقريبا يرقصهم واحد اسمه عبد الله بن أبي بن سلول ده شديد الحنق والكراهية للمسلمين وللنبي أصل ده كان بيخطط إنه هو يبقى ملك على المدينة وعملوا له التاج فعلا لكن في الوقت دون كان بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فتركه الناس وخرجت المدينة كلها طلع البدر علينا واستقبلت النبي فكره الأمر كراهية شديدة وأظهر الإسلام وهو يبطن الكفر والنفاق ومعاه 700 عدد مش قليل إنهم يبقوا موجودين في المدينة وجد غزوة أحد فطلع مع المسلمين لغزوة أحد وقبل ما المعركة بساعات قام راجع بتلت الجيش علشان يهز الجيش. أنت متخيل جيش طالع يواجه جيش أكبر منه التلت يرجع فعمل هزة لكن المسلمين وقفوا وانتصروا جت الخندق وانتصروا فحس ان استخدام ان هو ما يقوم به بالسلاح ما عادش نافع فلجأ للإشاعات ولجأ إلى طريقة أخرى تعالوا ننشر إشاعات نفتت بها المجتمع من جواه من قلبه ولنستهدف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. الموضوع هيؤذى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة والعائشة دي بنت مين؟ دي بنت أبو بكر أعز صديق لي متهمة إن بالخيانة مع واحد من أصحابه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حاجة قاسية.
قاسية قاسية قاسية. هي بتحكي اللي بيحكي القصة مين؟ السيدة عائشة. بتحكي بتقول إيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخروج لغزوة أو لسفر أقرع، عمل قرعة بالنساء. إيه ده؟ هي الستات بيطلع مع المسلمين في المعارك وفي الجيوش؟ آه ستات مشاركة في كل حاجة، مفيش حاجة اسمها الستات على جنب. إيه ده؟ وبيطلعوا معاها المعارك، وبيطلعوا معاها المعارك، والنبي صلى الله عليه وسلم قرعة بين نسائه عشان كل ما يعني مين اللي يطلع عليها الدور. آه ده وضع المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. آه بهذا المشاركة وبهذا الاحترام. آه فطلع سهم السيدة عائشة فتقول فخرجت معهم فانتصر الجيش، وإحنا راجعين فنزل الجيش ليستريح، فذهبت لأقضي حاجتي، رحت كده في الصحراء بعيد لأقضي حاجتي، فعدت وقد نودي في الجيش بالرحيل، يلا ماشيين، فالتمست عقدي وهم بيقولوا يلا هنمشي، ببص على العقد بتاعي ولم يكن لي، انما كان لامراه من نساء الانصار، يعني رد الامانات. شوفوا احنا دلوقتي بناخد القلم ونحطه في جيبنا وسلفني الشريط دون وكل سنه وانت طيب، وتلاقي نص المكتبه بتاعت بيتك كتب مش بتاعتك اصلا وهي ماشيه، لكن رد الامانات، رد الامانات حته على الماشي كده. فبتقول فالتمست العقد فلم اجده، فعدت مسرعه من اجل العقد، عدت مسرعة أبحث عن العقد فوجدته، فعدت فلم أجد الجيش. وكانت النساء، طب إزاي اللي شالوا الهودج؟ وكانت النساء خفيفات لم يغشهن اللحم، ما كانوش يعني لسه الأكل ما بانش، مجتمع كان لسه مجتمع الغنى مش باين فيه. فبتقول فاللي شالوا الهودج ما حسوش أنا جوه ولا لأ، لأن مش فجأة كتير. فانطلق الجيش، فجلست وحدي في الصحراء. تخيل بقى في الصحراء كده بعد ما كانت في وسط جيش وحدي، فجلست في مكاني وقلت سيفتقدوني ويعودوا، فغلبتني عيناي فنمت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في مؤخرة الجيش واحد من الصحابة شغلته، حد وقع متاعه، حد في حاجة بتهاجم الجيش من وراه، حد سقط منه حاجة، حد تخلف. مين الشخص ده؟ سيدنا صفوان بن المعطل، صحابي شهد بدرا، هي بتقول وهو من أصحاب النبي الذين شهدوا بدرا، والنبي مشغله الشغلانة دي، يتفقد الجيش في آخره. فجاء فرآني فعرفني فأعطاني ظهره ونادى ليوقظني، إنا لله وإنا إليه راجعون، بيقول أي دعاء عشان تصحى. فاستيقظت فأناخ الجمل فركبت، فأخذني إلى الجيش، والله ما تكلم معي كلمة وما تكلمت معه كلمة. فوصلنا إلى الجيش فرآنا عبد الله بن أبي بن سلول، فبدأ يتكلم سرا بين المنافقين، وبدأ ينشر خبر أين كانوا وماذا فعلوا وزوجة نبيكم، وتخيل وبدأ السبعمية ينشروا الخبر، وبدأ الخبر ينتشر وسط الجيش. يا ترى الخبر وصل لمسامع النبي دلوقتي ولا بعد ما وصل للمدينة؟ طب أبو بكر، يعني أنا طالب من حضرتك حاجة، تخيل أبو بكر يبقى حمى النبي ورفيق درب النبي وبنته حبيبة النبي، طب وصفوان؟ ولذلك القصة اسمها حديث الإفك. إيه معنى كلمة الإفك؟ أشد من الكذب 100 مرة، البهتان والزور والافتراء المخزي الذي لا أصل له. إحنا عندنا يقولك مفيش دخان من غير نار، لا، القصة دي دخان من غير نار. يا شباب اوعى تستخدم كلمة مفيش دخان من غير نار وتبرر لنفسك انك تبعت على النت تنتهك عرض، أو تجيب عرض بنت في الكلية معاكم، أو إنسان، أو أي حاجة. يا صحافة، يا رجال أعمال، اوعى، يا رجال الإعلام آسف، اوعوا يا ستات، اوعي يبقى فيه في قلبك غل من واحدة تعملي كده، اوعوا يا رجالة، اوعوا دي، ولا سيرة راجل، بس الستات بالذات، ولا سيرة راجل، حرام، الغضب ربنا شديد سترى بعد شوية. هي بتحكي بتقول وإن من رحمة ربنا عليا سبحانه وتعالى إن أنا لما رجعت مرضت شهرا. شوفوا رب، هي ما عشتش القصة إلا 3 أيام، تخيل لو كانت عاشت الشهر. يعني شوفوا ترتيبات ربنا. المجتمع لازم يتعلم، في درس لازم تتعلموه يا مسلمين ليوم القيامة. الدرس ده، معلش اصبر يا أبو بكر، اصبر يا عائشة،
اصبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا اخوانا لو لسانكم ما تعلمش انه ينضبط بعد اللي حصل لرسول الله تبقوا شاركتوا في ايذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان انتوا ما استفدتوش من اللي هو اتاذى عشان انت تتعلمه، انت مشارك. وانا بقول لكل واحد عمل كده لازم تتوب في يوم من الايام، ولو بغمزه لصاحبه في الكليه اللي معديه دي، ولو بلفتة عين، ولا بنكتة على واحدة، ولا برسالة مسج، ولا بميل، ولا بكلام على نت، ولا بنقل صورة، ولا بكلمة في صحافة. اوعوا يا جماعة، اوعوا اوعوا، لا تشارك في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتقول السيدة عائشة: فبقيت شهرا مريضة ولا أدري ما يقول الناس ولا يجيبني، ما فيش حاجة مستغرباها غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي مهموما. يبقى عرف خلاص، طبعا عرف. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بالمسلمين وفي حد بيقول كده، ولا يجيبني. إلا طريقة سلام النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة، يدخل علي يقول: كيف تيكم، أخبارك إيه، كويسة، بس لا أجد منه ما كنت أجد من الود والحب. النبي متغير شوية، مع ذلك لم يكلمها طول المدة، مريضة وتقديرا لها. وانت هتشوف موقف النبي دلوقتي، يعني انا عارف ان كل واحد دلوقتي قاعد جواه سؤال: طب موقف ابو بكر ايه؟ طب صفوان بن المعطل هيتصرف ازاي؟ يعني كل واحد هياخد تصرف شكله ايه؟ عمر بن الخطاب هياخد تصرف شكله ايه؟ ما عمر بن الخطاب بنته ضرتها السيدة حفصة، وهو وابو بكر فرسي رهان مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو النفوس فيها حاجه استغفر الله العظيم فرصه. المجتمع هيتصرف، هيتغربل، المجتمع هيتغربل دلوقتي. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل ان السيده عائشه شهر الا ثلاث ايام تقريبا بدات خلاص صحتها تبقى كويسه، تقول: فخرجت مع ام مصطح. مين مصطح ده؟ مصطح ابن اثاثه، يبقى ابن خال السيده عائشه، ومهاجر وفقير، فأبو بكر بينفق عليه علشان هو مهاجر فقير وصلة رحم يعني ثوابين. فمصطح ابن أثاثة هي خارجة بقى إيه بتقول، وكانت الخلاء ما كانش في البيوت، دورات المياه ما كانتش جوه البيوت زي دلوقتي، دورات المياه كانوا بيخرجوا أماكن لدورات المياه للنساء أو للرجال بعيدة. فخرجت مع أم مصطح للخلاء، فبتقول: فبينما نحن نسير عثرت أم مصطح، اتكعبلت، فقامت قايلة: تعس مصطح. فقلت لها: أتسبين رجلا شهد بدرا من أصحاب رسول الله مهاجر؟ فقالت: أوما تدرين ما قال فيك؟ وأنت ما تعرفيش قال عليك إيه؟ فقلت: وما قال فيه؟ فقالت لها: قال فيك كذا 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 كذا. ابن خالتها، ده معنى كده أن الموضوع عدى المنافقين، ده المجتمع حتى المؤمنين، ده مؤمن مهاجر اتكلم. فقالت: أو قال الناس ذلك؟ أنا الناس قالت عليا كده؟ قالت: كل المدينة قالت ذلك، كل المدينة تعرف. تقول: فجريت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته مهموما صلى الله عليه وسلم. على فكرة القصة دي من دلائل النبوة، حد عارف ليه؟ لأن الوحي اتأخر شهر، ولو كان يكتبه بيده استغفر الله العظيم زي ما بيقول بعض، ها يخلص الموضوع فورا بأي قرار. هذا من دلائل النبوة. لا، وحاجة تانية من دلائل النبوة، رفض النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يعني النبي الزوج والنبي قائد الأمة. كان ممكن يعمل إيه؟ فرمان اللي هيتكلم على أهل بيتي من النهاردة عقوبته كذا، ما أقدرش أستخدم سلطتي كزوج في موضوع يخص الأمة، منتهى الحرية وعدم الظلم. واحد مستشرق بيقول: كلما شككت في نبوة محمد نظرت في قصة حادثة الإفك، فأتوقف وأقول: لا يكون هذا إلا نبي. ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش ده يحصل إلا من نبي. سواء ان الواحد اتاخر شهر فما بيحلش الموضوع، وسواء انه ما استخدمش سلطته، ده نبي. مستشرق بيقول كده. السيده عائشه بتحكي بتقول:
فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت لقيته مهموم. يا ترى مهموم امتى اكتر يا جماعه، بعد احد ولا بعد الموقف ده؟ انا اقول لك الموقف ده، احد جرحت كسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجهه، وجوم الصحابة يشدوها مش عارفين يشدوها، فجاء أبو عبيدة يشدها بسنانه تتكسر سنانه ودخل رشقة في وش النبي صلى الله عليه وسلم، لغاية ما جاء أبو عبيدة واتكسرت سنانه وطلعها فك حتة الحديد اللي داخله، فانهمر وجه النبي بالدماء، وش النبي بقى عمال يجيب دماء، والسيدة فاطمة تجيب مية تحطها ما بيقفش الدم، فاضطر سيدنا علي يجيب خرقة كده يحرقها علشان يكوي مكان الدم ويحطها يعني يطفي بيها، والنبي وشه دم يرفع ايديه للسماء، فقلنا سيدعو عليهم، فإذا به يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. يعني أنا بس برضو أنه أصعب، أنه أصعب، أنا أظن دي أصعب، دي صعبة قوي، صعبة قوي، جوه البيت والبلد كلها وبيصلي بيهم صلى الله عليه وسلم. معلش اصبر يا رسول الله، يا جماعة اوعوا تاني، هو نفس الدرس، اوعوا تؤذوا رسول الله، ده هو اتأذى علشان تتعلم الدرس ده، حرام عليك، بتحبه يا أخي وبتقول إلا رسول الله، طب وإلا رسول الله في دي كمان. السيدة عائشة بتقول يعني 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 تخيل كل ده عشان يقول لك امسك لسانك عن اعراض النساء. يعني شوفوا يا ستات غاليين على رسول الله قد ايه وعلى ربنا قد ايه، الا اعراض النساء واعراض الشرفاء الا من غير دليل، وحتى لو بدليل الستر اولى. لا يا جماعه ما تعملوش كده. ايه اللي حصل؟ فقالت لرسول الله لما لقيته مهموم كده، ائذن لي ان اعود الى بيت ابي ومرت فيه. إذن لي روح بتابويا. فقال نعم إن شئتي. الموضوع فيه إشكالية مش سهلة، يعني مش عارف أنت قادر تحس ولا لأ. فذهبت إلى أمي فقلت أو سمعت ما قال الناس؟ قالت نعم. قالت فما تقولين؟ قالت يا بنيتي ما من امرأة حسناء محبوبة عند زوجها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. أنت حلوة وجوزك بيحبك وليك ضرائر فأكثروا عليك. فقالت أو علم رسول الله؟ قالت نعم. قالت أو علم أبي؟ هي أول مرة تعرف الموضوع بقاله شهر ومن رحمة ربنا بيها أنها عيد. أو علم أبي؟ قالت نعم. تقول فصعدت إلى سطح المنزل فوجدت أبي أبو بكر يقرأ القرآن فرأيت دموعه، فقلت أوا قال الناس فيه؟ الناس اتكلمت علي؟ فقال كنا معشر، كنا آل أبي بكر في الجاهلية لا يذكرنا أحد بسوء، وقد أكرمنا الله بالإسلام، أيقول فينا المنافقون ذلك؟ ده احنا طول عمرنا بالطيب وربنا أكرمنا بالإسلام فازددنا نقاء، يقول الناس فينا كده؟ موجوع سيدنا أبو بكر. يعني أنا مش عارف، أنا عمال أحكي لك وانا عايز خيالك يتخيل، والستات تحط نفسها مكان السيدة عائشة. طب فين جبريل؟ لا ليه؟ معلش، خلي المجتمع يتغربل وخلي الناس تعرف ان الاعراض غالية، لو كان نزل على طول خلاص انتهى الموضوع. لا، خلي الناس تفهم، وخلي الناس تشوف. ولذلك الآية بتقولك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ايه اللي خير لنا؟ هتعرفه في الاخر. اللي حصل ده مش شر، ده عشان الناس تتعلم والناس تعرف. المدينة دلوقتي متقسمة 4 أقسام. صنف لا يصدق لكنه الأغلبية الساكتة، الإشاعة قوية، فناس مؤمنين ومش مصدقين لكنهم صامتون والقرآن هينتقدهم بعد شوية، لا يكذب ولا إيه ولا يدافع. طيب ده الصنف الأولاني. الصنف الثاني صنف أقلية ترفض وتكذب، منهم أبو أيوب الأنصاري ومراته قاعد معاها فبيقول لها سمعت ما يقول الناس؟ قالت نعم. قال لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين ما يقولون عنها؟ قالت لا. قال فعائشة خير منك. قالت وأنت لو كنت صفوان أكنت تفعل ما قالوه عن صفوان؟ قال لا معاذ الله. قالت وصفوان خير منك. ظنوا بنفسهم إن طالما احنا كويسين كذلك عائشة كويسة، يعني طريقة انك تقول طب انا اعمل كده؟ لا انا ما اعملش كده، وهي كمان ما تعملش كده.
ظنوا بنفسهم الخير فظنوا بالسيئة، بس دول ده قسم. القسم الثالث المنافقين، كل يوم بقى اشاعه جديده، دي مش اول مره. كده يعني ترويج ترويج سم سموم. القسم الرابع مؤمنين لكنهم اتكلموا. يعني ايه اتكلموا؟ دخلوا في الموضوع لسه مش مستوعبين. اوعى تطلع عائشة، امسك لسانك، لسه ما كانوش مستوعبين كده. فاتكلموا. منهم مين؟ مصطح ابن اساسه ابن خال السيده عائشه اللي ابو بكر بينفق عليه، ومنهم مين؟ حسان ابن ثابت شاعر النبي، شاعر النبي اللي النبي قال له قل يا حسان وروح القدس يؤيدك. طب ازاي يا جماعه تعاملوا مع الناس؟ اوزنوا حسناتهم وسيئاتهم. فكره المثاليه غلط غلطه انتهى من حياتي، دي فكره غير صحيحه، فكره غير سليمه. والنبي ما عملش معاه كده بعديها، ورجع شاعر النبي بعديه. بلاش بلاش الطريقه دي. فلان غلط غلطه انتهى، ما فيش حاجه اسمها كده. غلط غلط اللي انت بتقوله ده غلط. مين ما بيغلطش؟ مين يعني مين معصوم؟ بس مش الغلطه دي، لا والغلطه دي. طب مصطح، طب صفوان عمل ايه؟ صفوان فقد اعصابه، سمع ان حسان بن ثابت اتكلم عليه، فخد قوسه وراح على حسان وقام ضربه بالقوس، شج دماغه. اتتهمني في عرضي؟ هيعمل ايه حسان؟ راح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم. صبرك يا رسول الله. فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم. ايه المجتمع ده؟ فين المجتمع ده؟ فراح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى صفوان بن المعطل وقال يا صفوان ما امرنا بذلك، غلط، اما ان ترضيه او ارد اليه حقه. يا رسول الله حسان اتكلم على مراتك واتكلم على الراجل، اما انك ترضيه. فقال ليس معي ما ارضيه، قال انا اعطيك لترضيه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لو حق المستشرق يقول كل ما اقف قدامنا حديث الافك اقول ما ينفعش. ما ينفعش غير الوحي ما بيتنزلش. الدرس الكبير اوعوا الخوض في اعراض الستات، اوعوا الاشاعات. تخيل السيدة عائشة بتقول، تخيل ألم السيدة عائشة. على فكرة واحد مستشرق كان قاعد مع واحد من علماء المسلمين، قصة قريبة يعني، فبيقول له المستشرق كده بيخبط العالم المسلم، بيقول له بأي وجه قدرت عائشة تواجه المجتمع وتقابل المجتمع بعد ما قيل عنها كذا؟ فرد عليه العالم الذكي وقال له بنفس الوجه التي قابلت به مريم الناس عندما أتت به قومها تحمله. وجه الصادقة الواثقة من براءة الله عز وجل. وجههم هما الاثنين نفس الوجه. يا بنات لو اتهمتي وظلمتي قبل الناس بوجه مريم وعائشة، لو اتقال عليكوا يا بنات وانت بتبكي، واكيد هتبكي. هي السيدة عائشة بتقول فظللت 3 أيام لا يرقى لي دمع، ما بيوقفش دمعي، ولا اكتحل بنوم، ولا يغمض لي جفن. 3 أيام صحية حتى ظننت أن كبدي سينفطر من شدة البكاء. وقعت افتكر، حاولي تتخيلي يا ترى النبي هيتصرف ازاي. احنا قلنا مواقف الناس كلها، فما موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا نشوفه بعد الفصل. في كل حرف زوال، بين السطور معجزة، في كل قصة جوه الكتاب في عظة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللي تحمل وأوذي في 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 عرضه بهذه الصورة من أجل أن الأمة تتعلم، اوعوا لسانكم أو حتى غمزة عين أو كلمة صحافة أو منشط في أعراض الناس وأعراض الستات بالذات. صلى الله على رسول الله. هتتصرف إزاي يا رسول الله؟ يعني معلش انا عمال احلل الموضوع ونحاول نتخيل شخصيه شخصيه. طب النبي قدامه حل من 3، عنده يعني التصرفات اللي ممكن تكون. اول حاجه انا اسف يعني للستات، يطلقها. احنا ورانا رساله، ورانا مشوار طويل، ونطلع بره الموضوع ده خالص. لا مش هيعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم. طب البديل الثاني، يدافع عنها بقوه ويستخدم سلطته كقائد لهذه الدولة بإصدار فرمان أو قرار ممنوع حد يتكلم على مراتي أو أهل بيتي، وهو دافع كتير عن كتير من صحابته.
لا مش هيعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الزوج ما ينفعش يستخدم قائد الدولة علشان هذا الأمر. طب الحل الثالث إيه؟ يترك الموضوع للمجتمع يختار ما يشاء. لا، ولا واحدة من الثلاثة. طب في إيه؟ طب من النبي هيختار إيه؟ هيختار بديل رابع. إيه هو؟ يبدأ يتحرك مع شرائح مختلفة من المجتمع، يتكلم معها، يفتح الموضوع، يفتح الموضوع. هو اللي هيتكلم بقى، خلاص الموضوع بقى له شهر، هو اللي هيبدأ يتكلم، هو بقى له شهر ساكت، هو اللي هيبدأ يفتح الموضوع لعله يحرك فيهم الخير، لو هم شايفين هذه البراءة إن هم يبقوا مش سلبيين، يبقوا إيجابيين ويتكلموا ويدافعوا عن الحق. ما بتستخدمش كل ده سلطتك يا رسول الله؟ لا، يا أي عدل وأي حرية موجودة في الزمن ده؟ عدل وحرية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يعمل إيه؟ يقابل شرائح مختلفة. يبدأ بأم أيمن الجارية اللي موجودة مع السيدة عائشة في البيت على طول، أم أيمن جارية الشهيرة، فيروح لأم أيمن: أو سمعتي ما يقول الناس يا أم أيمن؟ نعم يا رسول الله. فماذا تقولين يا أم أيمن؟ فترد أم أيمن: أحمي سمعي وبصري يا رسول الله. شوفوا كلمة دي، يا ريت يا ناس نتعلمها. أحمي سمعي وبصري، أعوذ بالله، والله ما علمت عنها إلا خيرا يا رسول الله. طيب اللي بعده، النبي إيجابي بس شوف بيتعامل مع، واخد بالك طريقة تعامل النبي؟ هنحرك الموضوع للخير، بدل ما هم حركوا الإعلام للشر نحركوا للخير، بس واحدة واحدة من غير مجور على حرية الناس. حاجة. يقوم رايح لمين بعد أم أيمن؟ زينب بنت جحش. مين؟ زوجته، ضرتها. ليش معنى زينب بنت جحش؟ لأن أخت زينب بنت جحش، حمنة بنت جحش، من اللي تكلموا عليها حمية لأختها. طب أنت رأيك إيه زينب؟ زوجتي. فقالت: أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، والله ما علمت عنها إلا خيرا. طيب اتنقل لشريحة الشباب، راح لأسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب. حاجة، شوف شايف بيختار إزاي. فراح لأسامة بن زيد: ما تقول يا أسامة؟ قال: الله أكبر يا رسول الله، كذبوا أهل بيتك يا رسول الله، وما أعلم عنهم إلا الخير. جزاك الله خيرا. أم رايح لسيدنا علي بن أبي طالب، قال: فما تقول يا علي؟ قال: يا رسول الله، النساء غيرها كثير، وإن الله تبارك، إحنا ورانا رسالة ورانا إصلاح. وجهة نظره، خد سكة تانية سيدنا علي: النساء غيرها كثير، طلقها وتزوج غيرها. ماشي، سمع لعلي بن أبي طالب. راح لمين بعد كده؟ عمر بن الخطاب. سيدنا عمر الخطاب رد عليه. أظن سيدنا عمر الخطاب في موضع، تختار إيه سيدنا عمر؟ شوف النفسية، شوف القلب السليم. قال: يا رسول الله، من الذي زوجك إياها؟ ما هو اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز السيدة عائشة جبريل نزل بوحي. قال: الله. قال: أيظنون أن الله يزوجك إياها ويدلس عليك؟ معقولة ربنا يقول لك الجواب؟ فقال: قل لهم يا عمر. شفت النبي؟ يبقى النبي مصدق إنها بريئة ولا لأ؟ طبعا مصدق إنها بريئة، بس مش عايز يفرق بين وضعه كزوج وبين قائد دولة. طب هتعمل ايه يا رسول الله بعد ما استطلعت الآراء دي؟ يصعد المنبر. انت واخد بالك الحكمة والصبر والترتيب؟ ده الرأي العام بين الناس العقلاء المؤمنين في شرائح مختلفة: ستات، زوجة، شباب، مجتمع الشباب، مجتمع الكبار. يا شوف الاختيار انتقى ازاي. ثم صعد المنبر وجمع الناس. أول مرة هيفتح الموضوع على الملأ: أيها الناس، من يعذرني؟ مين ياخد لي حقي في رجل آذاني في أهل بيتي؟ يقصد مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول، رأس النفاق، بس مش عايز يقول اسمه. من يعذرني؟ يا رسول الله، هاتوه في السجن. من يعذرني؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من يعذرني في رجل آذاني في أهل بيتي؟ وما علمت على أهل بيتي إلا خيرا. سمع آراء الناس، هو بيقول كلام. أنت واخد بالك دقة موقف النبي وحرج موقف النبي، ويبقى هو مصدق إنها بريئة. وما علمت على أهل بيتي إلا خيرا،
ولقد ذكروا لي رجل، اللي هو صفوان، شوفوا ما بيستخدمش الأسامي خالص لأن الموضوع محرج. ولقد ذكروا لي رجل ما علمت عنه إلا خيرا، وما دخل على أهل بيتي في غيابي أبدا، لأن الإشاعة كانوا عمالين يكبروا فيها، دي مش أول مرة. يا صلى الله عليك يا رسول الله، جرحك يا رسول الله هنتعلم منه، لا يمكن يا رسول الله، حبا ليك على الأقل، يعني أمرا بالآيات الشديدة في القرآن، وحبا ليك على الإذاء اللي انت تأذيت له. يا ستات اوعي اوعي، حبا للسيدة عائشة هتقابليها يوم القيامة تقولك بقى أنا تأذيت عشان انت ما تتعلميش في الآخر، الله يسامحك. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمتين دول، فيقوم له مين؟ واحد من الأنصار المؤمنين الصادقين، سيد الأوس، خلي بالك عبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج. فيقف أسيد بن حضير فقال يا رسول الله، إن كان من الأوس قطعنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج مرنا فلنقطع عنقه. فأم أيم له واحد من سادة الخزرج، صحابي رائع مخلص مؤمن، سعد بن عبادة، لكن خدته الحمية، النفس البشرية. خلي بالكم القصة دي فيها تعليم وفيها النفس البشرية، حتى الصحابة بشر بشر بشر، تعاملوا مع أخطاء الناس. فأمل سعد بن عبادة قال كذبت، والله لا تقدر أن تقطع عنقه. فأم رادد عليه أسيد بن حضير، بل أنت الذي كذبت، أنت منافق تدافع عن منافق، واثنين صحابة كبار. فقام الحيين الأوس والخزرج كلهم بيشد سلاحه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال دعوها دعوها، أبي دعوى الجاهلية وأنا بينكم، عودوا إلى بيوتكم. تقول السيدة عائشة فبقيت هكذا ثلاثة ليالي حتى أتاني النبي صلى الله عليه وسلم آخر يوم بقى، فدخل علي وعندي أبواي أبو بكر وعمر، وقال يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت قد أذنبت فاستغفري الله، فإن الله يغفر للعبد إذا أذنب وتاب. تقول فتوقف الدمع في عيني، وقالت نظرت إلى أبي وأمي وقلت لهم أفلا تجيبون رسول الله؟ شوف الأدب رسول الله. فقالوا والله لا ندري بما نجيب رسول الله. انت أظن في اللقطة دي حسيت بالألم، حس الألم وصل لفين. فردت قالت كلام رقيق جدا جدا جدا، قالت والله أرى أن أمرا استقر في نفوسكم وصدقتموه. حاسة أن أنتوا صدقتوا، فإن قلت لكم، فإن اعترفت بشيء لم أفعله صدقتموني، وإن قلت لكم لم أفعله لن تصدقوني، والله لا أجد لي ولكم إلا قول أبو يوسف، من كتر ما هي ما عرفتش تقول يعقوب، نسيت أبو يوسف. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. شوف شوف الإيمان، يا فصبر جميل، ما قالتش ده مجتمع كذا آدي، لا 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 لا. أنا معاكوا زي ما أنا، حتى لو المجتمع ظلمني أنا في وسط المؤمنين، أنا ما سيبش مجتمع، أنا ما سيبش بلدي. وأبو بكر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقوم من مجلسه، تقول فقمت إلى سريري أدعو الله عز وجل، اللهم إني أعلم أنك ستبرئني. أنا متأكدة. شوفي تعرفي تبقي واثقة في ربنا كده. يا ستات القصة دي ليكي والله، مهما تأذيتي افتكري السيدة عائشة والسيدة مريم، مهما تأذيتي ليكي فيهم أسوة حسنة. تقول فبينما أنا على سريري أدعو الله، أقول في نفسي أنا متأكدة ربنا حيبرئني، وكل ما أتمنى أن يبرئني الله برؤيا يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، ولم أكن أظن أن ينزل في قرآنا يتلى في المساجد إلى يوم القيامة يبرئني الله. أنا عمري ما تخيلت حاجة زي كده، كل أمنيتي أن النبي يشوف رؤيا تبرئني، لكن أن ينزل قرآنا من السماء. بص بتقول إيه، وإن نفسي عندي أهون من أن ينزل فيها قرآنا. أنا أقل من أن ينزل فيها قرآن، ده قرآن ده حاجة كبيرة قوي. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا لسه ما أمش من مقامه، إذا بالوحي يتنزل علي أول مرة بعد شهر، خلاص كله تغربل كله بان. الأمة النهاردة احنا بنحكي الحكاية دي علشان هيتعلموا
كله تمام وتنزل الآيات بقى التعليمية بعد ما الأحداث علمت، هو ده طريقة الإسلام في التعليم بالأحداث، ينزل جبريل فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يصر عنا أول مرة من شهر، ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لي وأنا على سريري يا عائشة أبشري برأك الله عز وجل. فقام أبو بكر وعمر وقال لي قومي إلى رسول الله فاشكري، فقالت لا والله لا أقوم لرسول الله ولا أقوم إليكما ولا أسجد إلا لله عز وجل، هو الذي برأني. فسجدت شكرا لله عز وجل ونزلت الآيات. تسمع الآيات وتشوف حلاوة القرآن. اسمع كده معايا الآيات. إن الذين جاءوا، الآية 11 اللي عايز يفتح النهاردة ويعيش معاها، الآية 11 سورة النور الجزء 18، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. يا جماعة يا صحافة يا إعلام خلي بالكم من الكلام اللي جاي يا شباب، لكل منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم اللي نشروا أول واحد وكبروا له عذاب عظيم. أول صحفي نشر، لولا إذ سمعتموه ظن ويقولك القاعدة بقى. طب تتعامل معايا مؤمنين تتعاملوا إزاي؟ هيديك القاعدة، قاعدة قلبية وقاعدة عملية تشريعية. القاعدة القلبية، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، زي أبو أيوب الأنصاري، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، إحنا ما نعملش كده، وقالوا هذا إفك مبين، يفتكر إن ده بيتقال عليه هو. دي القاعدة، أول قاعدة لما تسمع إشاعة تعمل إيه؟ تقول أنا ما أعملش كده. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. القاعدة الثانية، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. مرتين جت كلمة عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه، كان المفروض تعملوا إيه؟ قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا 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 إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يا صحافة ويا إعلام، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ها وتمر الآيات وبعدين، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. يا أبو بكر رجع الفلوس، أصل أبو بكر حلف والله ما حنفق عليه بعد كده. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، يا بعد اللي عمله إزاي؟ أصل ده صلة رحم. لا 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 إلا القرايب، لا رجع يا عم، يا عم ده اتكلم في عرض بنتي، رجع يا عم، ربنا اللي بيؤمر، رجع رجع الإنفاق، صل العيلة. بس ده كذا، ده عم هو في أسوأ من كده؟ النفس البشرية بتغلط، بلاش مثالية. إيه التعليم ده؟ المثالي هيتكسر، ملوش مكان. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. اعترف لمصطح انه هو مهاجر. القرآن، وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. طب ما أنت تعفي عشان أنا أعفي عنك. يا جماعة ليالي العتق اللي عايز ربنا يعتقه في العشر الأواخر يروح يصلح عيلته، حتى اللي اتكلموا على بنتك. وليعفوا وليصفحوا، إيه القرآن ده؟ ربنا اللي بيقول وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اعفي واصفح النهاردة. وأنا بقول لكم النهاردة، اللي شتمني واللي قال عليا واللي كتب عليا، يا رب اجعل قلبي عافي. لا يا رب، أنا وإنت وإنت، قول إنت كمان، كل واحد قاعد دلوقتي عافيت يا رب. والله يا جماعة قولوها بنية دلوقتي وبصدق، مش ده قال عليا كذا وافتكر عليا كذب ما حصلش وبيضوج لي على الخطأ ويعملوا قد كده؟ عافي، مسامح مسامح عشان عايز ربنا يعتقني في الليالي دي ليالي عتق.
وليعفوا وليصفحوا ألا يحب. وبعدين تيجي الآية اللي بعديها: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. سورة النور خلصت القصة، آيات رهيبة قوية، لكن سورة النور كملت بقى بقية الأداب الاجتماعية كلها. جوزوا الشباب، ها، ما هي كل الأداب الاجتماعية جمعت في سورة النور. جوزوا الشباب وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ها، وجابت إيه كمان أداب اجتماعية؟ الاستئذان، ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. ها، وجابت إيه كمان؟ غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا، كل الأداب الاجتماعية، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وجابت إيه كمان؟ الحجاب بوضوحه في القرآن، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ويشاور على وجهه الكفين بمنتهى الوضوح. كل الأداب الاجتماعية. طب ليه تسمت سورة النور؟ ما انت لو نفذت كل الكلام ده ينور المجتمع. طب ايه مصدر النور؟ الله نور السماوات والأرض. طب ينزل النور فين؟ الآية اللي بعديها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في المساجد. ينزل على مين؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. طب واللي مش هيعمل الأداب الاجتماعية واللي مش هينفذ الأداب الاجتماعية دي يحصل له إيه ويجرى له إيه؟ يجرى له الآية اللي بعديها: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اقروا سورة النور النهاردة واعرفوا عظمة شايفين سورة كاملة اسمها النور. نوروا بيوتكم بسورة النور، نوروا مجتمعاتنا بسورة النور. ايه عظمة القرآن ده؟ وإيه عظمة الرسول دي؟ وإيه عظمة الدين ده؟ يا ريت العالم يعرف الكلام ده. الحلقة دي مترجمة موجودة على عمرو خالد النهاردة، صوت وصورة، واللي عايز يعمل لها داونلود، واللي عايز مترجمة، اللي عايز يبعتها لأي حد في العالم. وأنا موجود معاكم على النت 12:30 بالليل عشان أي حد عايز يتكلم حوالين الموضوع تحت أمركم. قصة بكرة قصة عظيمة بتتكلم على عيلة عظيمة، قصة من قصص القرآن. ادعوا في الليالي العظيمة دي لعل ربنا يعتقنا. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اللهم صل على حبيبنا محمد في الأولين، صل عليه في الآخرين، صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب اجزي عنا رسول الله خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، أحينا على سنته، توفنا على ملته، احشرنا تحت لوائه، أوردنا حوضه، اسقنا من يده الشريفة شرب هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، فرحه بنا يوم القيامة، أسعده بنا يوم القيامة، نعوذ بك أن يتعرض لما تعرض له ثم نخطئ نحن بعد ذلك. يا رب احفظنا على طريق النبي، احفظنا على خطى الحبيب، احفظنا على خطى رسول الله، اغفر لنا، سامحنا، ارضى عنا، ابكنا من خشيتك، اذقنا حلاوة الايمان، رقق قلوبنا، احفظ ألسنتنا، نقنا، احفظ بيوتنا، احفظ بيوتنا، احفظ بيوتنا، احفظ ستاتنا وبناتنا، نجنا من الشرور، ارضى عنا، اذقنا حلاوة الايمان، حبب النساء في الحجاب، حبب الشباب في الطهر والعفاف، انصر الاسلام واعز المسلمين، احفظ بلادنا، املأ بالنور بيوتنا ومجتمعاتنا وبلادنا، نعوذ بك من ظلام المعصية، نعوذ بك من ظلام مخالفتك. يا رب ارضى عنا، سامحنا، ابكنا من خشيتك، اعتقنا الليلة، ارزقنا الاخلاص، تقبل منا، احيي بنا سنة النبي، احيي بنا سنة النبي، اصلح بنا الارض، اصلح بنا الارض، اجعل نهضة هذه الامة على ايدينا، حببنا في صلاة الفجر، حببنا في قيام الليل، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، ارضى عنا، الفجر، القيام، ثبتنا بعد رمضان، ثبتنا بعد رمضان، اعتقنا الليل، اعتقنا الليل، اعتقنا الليل، يا رب يا رب ليس لنا سواك، ارحمنا واقبلنا وارضى عنا يا رب، مساكين، فقراء.
يا رب اجعلها ليلة عتق، اكتبنا الليلة من أهل الجنة. يا رب لا تنتهي هذه الحلقة إلا وقد كتبتنا الليلة من أهل الجنة. اكتب كل من يسمعنا الآن يا رب، يا رب رفيق النبي في الجنة، يا رب فرحه بنا، اجعله يتلقانا مسرورا. يا رب حرمنا صحبة النبي في الدنيا فلا تحرمنا صحبته في الجنة، اجعله يأخذ بأيدينا إلى الجنة، اجعلنا على باب الجنة، يحضننا رسول الله ويرينا قصرنا في الجنة ونكون جيران النبي في الجنة. يا رب استجب، يا رب يا رب اعتقنا، يا رب اغفر، يا رب يا رب استجب. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الدليل في طريق سوا بنمشي، بيمنا ماسكينه ونتحمى فيه، في كل شبر في أرض الله. بشر وهدية، النجاة والهادي البشرية، في كل حرف ثواب، بين السطور معجزة، في كل قصة جوا الكتاب فيها عظة. هو الدليل في طريق سوا بنمشي، بيمنا ماسكينه ونتحمى فيه، في كل شبر في أرضي.